الحاج مراد للكاتب الروسي ليو تولستوي. يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. في صباح اليوم الثالث بعد الغارة، لكن ليس في الصباح الباكر، خرج بوتلر من الباب الخلفي إلى الشارع لكي يتمشى ويستنشق الهواء العليل قبل حلول وقت شاي الصباح الذي اعتاد أن يشربه مع بيتروف. كانت الشمس قد طلعت من وراء الجبال، وكان يؤلم العين النظر إلى انعكاسها على البيوت الطينية المطلية بالكلس الأبيض على الجانب الأيمن للطريق. وفي المقابل كان أمرا مبهجا ويبعث السكينة في النفس النظر إلى الجهة اليسرى، إلى الجبال السود البعيدة الشاهقة التي تكسوها الغابات، وإلى سلسلة الجبال الثلجية الداكنة التي تسعى دوما إلى محاكاة السحب والمرئية خلال الشقوق بين الجبال الأقرب. نظر بوتلر إلى تلك الجبال وتنفس ملء رئتيه سعيدا بأنه هو بالذات على قيد الحياة، وأنه يعيش في هذا المكان الرائع. وأسعده أيضا بعض الشيء أنه أبلى بلاء حسنا في غارة أمس، سواء أثناء التقدم أو التراجع، لا سيما أثناء التراجع عندما حمي الوطيس. وسره أيضا تذكر كيف استضافتهم ماشا أو ماريا ديمتريفنا، عشيرة بيتروف أمس عند عودتهم من الحملة، وأنها كانت متبسطة ولطيفة مع الجميع، لكنها بدت رقيقة معه بصورة خاصة. فماريا ديمتريفنا بضفيرتها الغليظة ومنكبيها العريضين وصدرها الناهد وابتسامتها المشرقة ووجهها الوديع المغطى بالنمش، لفتت عن غير عمد انتباه بوتلر بوصفه شابا أعزب قوي البنية، بل وبدا له أنها راغبة فيه. شغله عن أفكاره وقع حوافر خيول كثيرة متواصل تناهى إليه من الأمام على الطريق المتربة، كأنما ثمة رجال عديدون يرمحون على خيولهم. رفع رأسه فرأى في آخر الشارع جمعا من الخيالة يقتربون بخطو منتظم، وكان يتقدم 20 من القوزاق رجلان، أحدهما في سترة شركسية بيضاء وعمامة وطاقية عالية، والآخر ضابط روسي أسمر أقنى الأنف في سترة شركسية زرقاء، بزته الرسمية وأسلحته مرصعة بكثير من الفضة. كان الفارس ذو العمامة يمتطي حصانا جميلا أصهب العرف والذيل، صغير الرأس وله عينين رائعتين، فيما كان الضابط على صهوة فرس عالية أنيقة كرباخية. أدرك بوتلر المولع الخيل حالا القوة الجسورة للفرس الأولى، وتوقف ليرى من يكون هؤلاء الناس. سأل الضابط مخاطبا بوتلر مدللا بلكنته وبلغته غير السليمة قواعديا على منشئه غير الروسي، ومشيرا بصوته إلى منزل إيفان ماتيفيفيتش. هذا بيت القائد؟ أجاب بوتلر، أجل هو. ثم سأل متوجها نحو الضابط وهو يشير بعينيه إلى الرجل ذي العمامة، ومن هذا؟ قال الضابط، هذا الحاج مراد، جاء هنا وسينزل ضيفا على قائد. كان بوتلر يعلم بخصوص الحاج مراد وباستسلامه للروس، لكنه لم يتوقع مطلقا رؤيته هنا في هذا الحصن الصغير. كان الحاج مراد ينظر إليه بمودة، حيه بوتلر بالتحية التترية التي علموه إياها، خوش كالدي ساو بول، أجاب الحاج مراد هازا برأسه،
ودنا من بوتلر ومد يده المعلق عليها الصوت مصافحا إياه بإصبعين وسأل: القائد؟ قال بوتلر مخاطبا الضابط: كلا، القائد هنا، سأذهب لينادي. وصعد الدرج ودفع الباب، لكن باب المدخل الأمامي كما كانت تسميه ماريا ديمتريفنا كان مغلقا. قرع بوتلر الباب، ولما لم يتلق ردا دار حول البيت نحو المدخل الخلفي. نادى الحاجب، ولكن حين لم يتلق جوابا ولم يعثر على أي من الحجاب دخل المطبخ. كانت ماريا ديمتريفنا المتوردة الخدين وعلى رأسها منديل، وقد شمرت ردنيها عن ذراعيها الأبيضين المكتنزين، تقطع لفافة عجين أبيض كذراعيها قطعا صغيرة لأجل الفطائر. سألها بوتلر: أين اختفى المراسلان؟ أين اختفى الحاجبان؟ ذهبا يسكران، أجابت ماريا ديمتريفنا، ثم سألت: وما شأنك أنت؟ افتح الباب، يقف أمام بابكم حشد كامل من الجبليين، لقد وصل الحاج مراد. قالت ماريا ديمتريفنا وهي تبتسم: اخترع شيئا آخر. لست أمزح، حقا إنهم يقفون تحت سقيفة الباب. سألت ماريا ديمتريفنا: أتقول الصدق؟ ولما قد أخترع؟ اذهبي وانظري بنفسك، فهم واقفون عند المدخل. فقالت ماريا ديمتريفنا وهي تزدل ردنيها وتسوي دبابيس الشعر في ضفيرتها الغليظة: قل هذا منذ البداية، سأذهب إذن لإيقاظ إيفان ماتيفيتش. قال بوتلر: كلا، سأذهب بنفسي، وأنت يا بوندارينيكو اذهب وافتح الباب. قالت ماريا ديمتريفنا: وهذا أيضا حسن، وانصرفت إلى عملها من جديد. حين علم إيفان بوصول الحاج مراد، وكان قد سبق له أن سمع بوجوده في غروزني، لم يندهش بتاتا، فنهض ولف لفافة تبغ، دخنها وأخذ يرتدي ملابسه، وهو يسعل بصوت عال ويغمغم ناقما على القيادة التي أرسلت إليه هذا الشيطان. وبعد أن ارتدى ملابسه طلب من حاجبه أن يجلب له الدواء، ولما كان الحاجب يعرف أنه يسمي الفودكا دواء جلبها له. غمغم وهو يكرع الفودكا ويتمزمز بخبز أسمر: ليس هناك ما هو أسوأ من الخلط، فقد شربت الجيخر أمس، وها هي رأسي تؤلمني. ثم أنهى كلامه قائلا: لكنني مستعد الآن. ومضى إلى غرفة الاستقبال التي سبق أن قاد إليها بوتلر الحاج مراد والضابط المرافق له. سلم الضابط المرافق إيفان أمر قائد الفيلق الأيسر باستقبال الحاج مراد والسماح له بالتواصل مع الجبليين عبر الجواسيس، ولكن مع عدم السماح له مطلقا بمغادرة الحصن إلا برفقة خفارة من القزاق. بعد أن قرأ إيفان الورقة حدق بإمعان في الحاج مراد، ثم أنعم النظر مرة أخرى في الورقة، وبعد أن تنقل ببصره عدة مرات بين الورقة والحاج مراد ركز نظره آخر الأمر على الحاج مراد وقال: حسنا يا بك، حسنا، فليقم هنا. أخبره أنني تلقيت أمرا بعدم السماح له بالمغادرة، والأوامر مقدسة. أما أين يقيم؟ ما قولك يا بوتلر؟ هل نسكنه في الديوان؟ لم يكد بوتلر يجيب حتى قالت ماريا ديمتريفنا التي قدمت من المطبخ وكانت واقفة بالباب مخاطبة إيفان: لما في الديوان؟ فليسكن هنا، سنعطيه المضافة وغرفة المؤنأة أيضا، سيبقى تحت نظرنا على الأقل. قالت ذلك، ولما التقت عيناها بعيني الحاج مراد استدارت وغادرت بسرعة. فقال بوتلر: ما الضير في ذلك؟ أظن أن ماريا محقة. فقال إيفان متجهما: هيا هيا أغربي، ليس للنساء شأن هنا.
طوال وقت الحديث كان الحاج مراد جالسا واضعا يده على مقبض خنجره مبتسما بعض الشيء بازدراء. قال أن لا فرق لديه أين يقيم، الأمر الوحيد الذي يلزمه والذي أذن به قائد الجيش هو أن تكون لديه إمكانية التواصل مع الجبليين، وبالتالي فإنه يرجو السماح لهم بالمجيء إليه. فقال إيفان إن هذا سيتم، وسأل بوتلر الاهتمام بالضيوف ريثما يجلبون لهم ما يأكلون ويعدون الغرف، أما هو فسيذهب إلى المكتب لكتابة الأوراق المطلوبة وإعطاء الأوامر اللازمة. لقد تحددت العلاقة بين الحاج مراد ومضيفه الجديد في الحال، فمنذ لحظة التعارف الأولى شعر الحاج مراد تجاه إيفان بالنفور والازدراء، وكان يخاطبه دوما بتعال. أما ماريا التي كانت تعد له الطعام وتحضره له فقد أعجبته كثيرا، أعجبه فيها بساطتها وجمالها المميز الغريب بالنسبة إليه، والشعور الذي أعطته له بانجذابها اللاشعوري إليه، وقد حرص على عدم النظر أو التحدث إليها، لكن عينيه كانتا تتوجهان نحوها رغما عنه وتتابعان حركتها. أما بوتلر فقد صدقه على الفور منذ بدء تعارفهما، وحدثه كثيرا وعن طيب خاطر، سأله عن حياته وحدثه عن حياته هو أيضا، وأخبره بالأنباء التي ينقلها إليه الجواسيس عن وضع عائلته، بل حتى طلب نصحه فيما عليه أن يفعل. الأنباء التي نقلها إليه الجواسيس لم تكن طيبة، فطوال الأيام الأربعة التي قضاها في الحصن جاءوا إليه مرتين، وفي كلتا المرتين نقلوا إليه أنباء سيئة. نقلت أسرة الحاج مراد إلى قرية فيدينيو فور ذهابه إلى الروس، وحبست هناك تحت الحراسة في انتظار قرار شامل. النساء فاطمة العجوز وزوجتا الحاج مراد وأبناؤهما الصغار الخمسة كانوا يعيشون مخفورين في بيت قائد المئة إبراهيم رشيد. أما ابنه الشاب ذو الأعوام 18 يوسف فكان قابعا في السجن في حفرة يزيد عمقها على 7 أقدام مع 4 مجرمين ينتظرون مثله تقرير مصيرهم. ولم يصدر القرار لأن شامل كان متغيبا، كان في حملة ضد الروس. في 6 من كانون 2 عام 1852 عاد شامل إلى فيدينيو بعد معركة مع الروس هزم فيها شامل من وجهة نظر الروس وفر إلى فيدينيو، أما من منظوره ومنظور مريديه جميعا فقد انتصر على الروس وطردهم. وفي تلك المعركة أطلق شامل النار بنفسه من بندقيته، وكان أمرا نادر الحدوث، واستل سيفه وهم بإطلاق العنان لفرسه في اتجاه الروس، لولا أن منعه المريدون الذين صحبوه، وقد قتل 2 منهم في الحال إلى جوار شامل. كان الوقت ظهرا عندما بلغ شامل مكان إقامته محاطا بجمع من مريديه الذين راحوا يتبخترون حوله على خيولهم وهم يطلقون النار في الهواء من بنادقهم ومسدساتهم ويهتفون بلا انقطاع لا إله إلا الله. كان سكان قرية فيدينيو الكبيرة جميعا في الشارع وعلى السطوح في استقبال حاميهم، وكانوا كذلك يطلقون النار من أسلحتهم دلالة على الاحتفاء والنصر.
كان شامل يمتطي حصانا عربيا أبيض ويشد اللجام في مرح عند اقترابه من البيت. وكانت زينة الحصان شديدة البساطة من دون ذهب أو فضة، لجام من الجلد أحمر اللون دقيق الصنع مع خط في منتصفه، وركابان معدنيان لهما شكل الكأس، ومغرفة للماء بارزة من تحت السرج. أما الإمام نفسه فكان يرتدي معطفا رماديا من الجوخ مبطنا بالفراء، يظهر حول ردنيه وياقته فراء أسود اللون، ويشد قامته الفارعة النحيلة بسير أسود مع خنجر، ويضع على رأسه طاقية طويلة مسطحة من الأعلى ولها شرابة سوداء ملفوفة بعمامة بيضاء يتدلى طرفها إلى ما تحت رقبته. وكان ينتعل في قدميه خفين أخضرين، ويمتد على طول ساقيه زوج من الكلسات السود يزينهما رباط بسيط. بشكل عام لم يكن على الإمام أي شيء براق، سواء كان من الذهب أو الفضة، وكان قوامه الفارع المنتصب القوي المكتسي بملابس من دون زينة، والمحاط بمريدين ملابسهم وشاة وأسلحتهم مرصعة بالذهب والفضة، يثير انطباع العظمة والأبهة ذاك الذي يرجوه ويجيد إثارته في الناس. أما وجهه الشاحب المحفوف بلحية صهباء مشذبة بعينيه الصغيرتين المزرورتين دائما، فكان جامدا تماما كأنه قد من صخر. وفيما كان يعبر القرية شعر بآلاف العيون مصوبة إليه، لكن عينيه هو لم تكونا تنظران إلى أحد. زوجتا الحاج مراد وأبناؤهما كذلك خرجوا مع سكان القرية إلى الشرفة لمشاهدة قدوم الإمام. وحدها فاطمة العجوز أم الحاج مراد لم تخرج، وظلت جالسة كما كانت على الأرض في المسكن بشعرها الأشيب المشعث، مطوقة ركبتيها الهزيلتين بذراعيها الطويلتين ترنو إلى الأغصان الخامدة في الموقد، وهي تطرف بعينيها السوداوين المتقدتين، فهي مثل ابنها، كرهت شاملة على الدوام، والآن أكثر من قبل ولم تكن تريد رؤيته. كذلك لم يشهد عودة شامل المضفرة ابن الحاج مراد، بل سمع وحسب من حفرته المظلمة العطنة صوت طلقات الرصاص والهتافات. وكان يكابد كما قد يعاني فقط الشباب الممتلئون حياة المحرومون من الحرية. فبقبوعه في الحفرة وبرؤيته طوال الوقت، هؤلاء الناس الأشقياء أنفسهم القذرين المنهكين المعتقلين معه، الذين لا يطيق معظمهم بعضهم بعضا، كان يحسد بشدة أولئك الذين ينعمون الآن بالهواء والنور والحرية، ويخبون على جياد سريعة بفتوة حول زعيمهم، يطلقون النار ويهتفون معا لا إله إلا الله. بعد أن اجتاز شامل القرية وصل إلى الفناء الرحب الملاصق للفناء الداخلي حيث تقع السراي، فلقيه أمام بوابة الفناء الأول المفتوحة لزيغيان مسلحان. وكان هذا الفناء ممتلئا بالناس، فقد كان هناك أناس قدموا من أماكن نائية لشؤونهم الخاصة، وكان هناك متظلمون، كما كان هناك أيضا أشخاص استدعاهم شامل لمقاضاتهم والحكم عليهم. وعند دخول شامل الفناء راكبا نهض كل الموجودين في الفناء، وحيوا الإمام بإجلال واضعين أيديهم على صدورهم، وجثى بعضهم على ركبهم، وظلوا على هذا النحو طوال وقت عبوره من البوابة الخارجية إلى البوابة الداخلية. ورغم أن شامل لمح بين منتظريه الكثير من الوجوه التي يبغضها والكثير من المتظلمين المستجدين المضجرين الذين يسألونه أن يرعاهم،
إلا أنه مر بمحاذاتهم بذاك الوجه الحجري الجامد نفسه، ولما بلغ الفناء الداخلي ترجل أمام رواق جناحه الواقع على يسار الباب من الداخل. بعد الإنهاك جراء الحملة ليس الجسدي بقدر ما هو الروحي، ذلك أن شامل بغض النظر عن جهره بأن الحملة قد تكللت بالنصر، كان يعلم أن الحملة لم تكن موفقة، وأن الكثير من القرى الشيشانية قد أحرقت ودمرت، وأن الشعب الشيشاني المتقلب وخفيف العقل يتذبذب، وبعض منهم الأقرب إلى الروس باتوا مستعدين للانضمام إليهم. كان هذا كله ثقيل الوطء، ولا بد من اتخاذ إجراءات لمواجهته. لكن شامل في هذه اللحظة لم يكن راغبا في عمل شيء، ولم يكن يريد التفكير في أي شيء، كان يريد الآن شيئا واحدا وحسب، الراحة وبهجة المداعبة الزوجية من قبل أحب زوجاته إليه، أمينة الرشيقة السوداء العينين ذات 18 عاما. لكن الآن ليس فقط لم يكن بإمكانه رؤية أمينة التي كانت في تلك اللحظة خلف السياج الذي يفصل جناح النساء عن جناح الرجال في الفناء الداخلي، كان شامل واثقا بأن أمينة وزوجاته الأخريات في هذه اللحظة بالذات يسترقن النظر إليه من خلال شق في السياج بينما هو يترجل عن فرسه. وليس فقط لم يكن بإمكانه الذهاب إليها، بل كان يستحيل عليه أن يستلقي ببساطة على الفراش المحشو بالريش ويأخذ قسطا من الراحة، فقد كان عليه أولا أن يؤدي صلاة الظهر التي ليست لديه أدنى رغبة الآن في أدائها. لكن إغفالها من قبله بوصفه الزعيم الديني للشعب لم يكن غير جائز وحسب، بل وكانت تأديتها ضرورية بالنسبة إليه هو نفسه، ضرورة الطعام اليومي. لذا فقد توضأ وصلى، وبعد أن فرغ من الصلاة شرع يستدعي الذين كانوا في انتظاره. كان أول من دخل عليه حموه ومعلمه جمال الدين، وهو شيخ أشيب طويل القامة حسن الهيئة ذو لحية بيضاء كالثلج ووجه أحمر متورد، فتلا دعاء وأخذ يستفسر من شامل حول مجريات الحملة ويروي له ما جرى في الجبال في غيابه. ومن جملة شتى أنواع الحوادث كحالات القتل المتعلقة بالثأر وسرقة الماشية ومعاقبة مخالفي تعاليم الطريقة كالتدخين وشرب الخمر، أخبره جمال الدين أن الحاج مراد أرسل رجالا لأخذ أسرته إلى الروس، وأنهم اكتشفوا الأمر ونقلوا الأسرة إلى فيدينيو ووضعوها تحت الحراسة في انتظار قرار الإمام. وكان الشيوخ مجتمعين في غرفة المضافة المجاورة للتباحث في هذه الأمور كلها، ونصح جمال الدين شامل بصرفهم حالا، فقد مضت 3 أيام وهم في انتظاره. بعد أن تناول شامل الغداء الذي أحضرته له زوجته السمراء الحادة الأنف القبيحة وغير المحبوبة لكن المخيفة واسمها زايدة، مضى إلى المضافة. نهض لتحية شامل 6 شيوخ، بيض وشيب وشقر اللحى، بعمائم وبلا عمائم، بطاقيات عالية وفي قفاطين وسترات شركسية جديدة، متمنطقين بخناجر ذات سيور، وهم مجلس شورى. وكان شامل أطول قامة من الجميع، رفع الجميع بمن فيهم شامل أكفهم وأغمضوا عيونهم وأخذوا يتلون الفاتحة، ثم مسحوا وجوههم بأيديهم نازلين بها إلى ما تحت ذقونهم لتلتقي الواحدة بالأخرى. وبعد تلاوة الفاتحة جلس الجميع، واتخذ شامل مجلسه في وسطهم على وسادة أعلى من وسائدهم، وشرعوا يتداولون في شتى المسائل العالقة. وقد أصدروا الأحكام على المذنبين والمجرمين وفق الشريعة، فقد حكموا على 2 بقطع اليد جزاء السرقة،
وعلى ثالث بقطع الرأس جزاء القتل، واستتابوا ثلاثة آخرين وعفوا عنهم. بعد ذلك انهمكوا في المسألة الأهم، التفكير في إجراءات لمنع الشيشانيين من الالتحاق بالروس. ولمواجهة ذلك كتب جمال الدين البلاغ التالي: إنني أرجو لكم السلام الدائم مع الله القادر على كل شيء. بلغني أن الروس يتملقونكم ويدعونكم إلى الخضوع لهم. لا تصدقوهم ولا تذعنوا لهم، بل اصبروا، فإن لم تجزوا في هذه الحياة فستثابون في الآخرة. ولتذكروا ما جرى من قبل عندما انتزعوا منكم أسلحتكم، ولو لم يهدكم الله آنذاك في سنة 1840 لكنتم الآن جنودا تحملون الحراب بدلا من الخناجر، ولخرجت نساؤكم بالسراويل وتدنسن واستبحن. حكموا على المستقبل بناء على الماضي، خير لكم أن تموتوا وأنتم على عداء مع الروس إن أن تعيشوا مع الكفار. فاصبروا ولا سوف آتيكم حاملا القرآن والسيف وأقودكم في قتال الروس. أما الآن فإني آمركم ليس فقط بألا تخامركم نية الإذعان للروس، بل وأن تطردوا هذه الفكرة من رؤوسكم نهائيا. وافق شامل على هذا البلاغ واستحسنه، وبعد أن وقعه أمر بنشره وتوزيعه. بعد ذلك أخذوا يتداولون مسألة الحاج مراد، وكانت مسألة بالغة الأهمية بالنسبة إلى شامل. فرغم عدم إقراره بذلك، إلا أنه كان يعلم أن الحاج مراد ببراعته وشجاعته وجسارته لو كان إلى جانبه لما جرى ما يجري الآن في الشيشان. لكان حسنا له أن تصالح والحاج مراد واستفاد من خدماته، ولكن إن تعذر ذلك فلا يجوز رغم ذلك السماح بأن يساعد الروس، ولهذا وفي كل الأحوال يجب استدعاؤه وقتله. والسبيل إلى ذلك إما بإرسال رجل قادر على قتله في تفليس فيقتله هناك، أو باستدعائه والقضاء عليه هنا. وليست هناك إلا وسيلة واحدة للقيام بذلك، أسرته، لا سيما ابنه الذي كان شامل يعلم أن الحاج مراد يحبه حبا جما، ولذا يجب العمل من خلال ابنه. بينما كان مستشاروه يتحدثون عن ذلك أغمض شامل عينيه ولاذ بالصمت. كان المستشارون يعلمون أن هذا يعني أنه يصغي الآن إلى الهاتف الداخلي الذي يشير عليه بما عليه أن يفعل. وبعد 5 دقائق من الصمت المهيب فتح شامل عينيه وزرهما أكثر وقال: أحضروا لي ابن الحاج مراد. فقال جمال الدين: إنه هنا. وبالفعل كان ابن الحاج مراد يوسف النحيل الشاحب رث الثياب، والذي تفوح منه رائحة عطنة، لكن الذي لا يزال رغم ذلك وسيما جميل القوام بعينيه السوداوين المتقدتين كعيني جدته فاطمة، واقفا أمام بوابة الفناء الخارجي منتظرا استدعاءه. كان يوسف لا يشاطر والده المشاعر تجاه شامل، فهو لم يكن يعرف بما جرى في الماضي، أو أنه كان يعرف ولكن لم يعش، ولم يكن يفهم سبب عداوة أبيه العنيدة لشامل. فبالنسبة إليه هو الذي لم يكن يتمنى إلا شيئا واحدا، ألا وهو مواصلة تلك الحياة اللاهية الهينة التي كان يعيشها في هونزا بوصفه ابن نائب. بدا أن عداوة شامل لا لزوم لها مطلقا، وكان على النقيض من والده، معجبا بشامل جدا، ويشعر نحوه بذاك التوله المتقد المنتشر في الجبال والذي يصل حد العبادة.
وقد دخل المضافة الآن شاعرا بشعور مميز من الرهبة والإجلال تجاه الإمام. ولما توقف عند عتبة الباب التقى نظره بنظرة شامل الثابتة النافذة، فظل واقفا مكانه بعض الوقت، ثم دنا منه وقبل يده البيضاء العريضة الطويلة الأصابع. أأنت ابن الحاج مراد؟ نعم أيها الإمام. وهل لك علم بما صنع؟ أجل أيها الإمام، وآسف لذلك. أتجيد الكتابة؟ كنت أعد نفسي لأصبح ملا. فاكتب إلى أبيك إذن بأنه إن رجع إلي الآن قبل عيد الأضحى فسوف أعفو عنه، وسيعود كل شيء كما كان من قبل، وإن لم يرجع وظل عند الروس، وهنا عبس شامل متوعدا، فسأقدم جدتك ووالدتك سبيتين لأهل القرى الجبلية، وأما أنت فسأقطع رأسك. لم تطرف عضلة واحدة في وجه يوسف، بل حنى رأسه دلالة على أنه فهم كلمات شامل. اكتب هذا وأعطه لرسولي. ثم صمت شامل وظل ينظر إلى يوسف طويلا. اكتب إليه بأني أشفقت عليك ولن أقتلك، ولكني سأفقأ عينيك كما أفعل بكل الخونة. اذهب. بدا يوسف هادئا في حضرة شامل، ولكنه عندما اقتيد خارج المضافة انقض على الرجل الذي اقتاده واختطف خنجر الرجل من غمده يريد طعن نفسه به، لكن الرجال أمسكوا به من ذراعيه وشدوا وثاقه واقتادوه ثانية إلى الحفرة. ذلك المساء بعد أن غابت الشمس وأنها شامل صلاة المغرب لبس معطفه الأبيض ومضى إلى الجهة الأخرى من السياج، إلى ذلك القسم من الفناء حيث تقيم زوجاته، وتوجه إلى غرفة أمينة، لكنها لم تكن هناك، فقد كانت عند الزوجات الأكبر سنا، فكمن شامل خلف الباب في انتظارها محاذرا أن يراه أحد، غير أن أمينة كانت حانقة على شامل لكونه أهدى زايدة لا هي قطعة قماش من الحرير. وقد رأته وهو يخرج ويدخل غرفتها باحثا عنها، وتعمدت عدم الذهاب إلى غرفتها، بل وقفت طويلا في باب غرفة زايدة وهي ترنو مبتسمة بخفوت إلى قامة شامل البيضاء وهو يخرج من غرفتها تارة ويدخلها أخرى. ولما طال انتظار شامل من غير طائل عاد إلى مخدعه عند حلول وقت صلاة العشاء.